مرحبا بكم، حلقة جديدة من المحقق، سلسلة ولد ليقتل، السلسلة اللي تهزنا نحكيه في كل حلقة على واحد من القتلة اللي موجودين في العالم، القتلة المتسلسلين خاصة. ثم بعض الأرقام والمعطيات والدراسات اللي تعملت على أعداد القتلة المتسلسلين. هتر اللي يلزمك تعرفه أنه طوى في العصر الحديث أن يكون فما قاتل متسلسل ولات عملية صعبة ياسر بفضل التطور متاع التكنولوجيا. مش يعني أنه ما فماش، ولكن الصعيب، الكاميرات ترصد كل شيء، البصمات تحدد كل شيء، الأديان يوصل للناس الكل، وبالتالي العملية صعبت عكس ما كانت عليه الصورة حتى بدايات الألفينات. فبعض الدراسات تعملت لتحديد أعداد القتلة المتسلسلين اللي عرفناهم منذ بدينا نعرفه. وصلت هذه الأعداد تتحدث على 3204 قاتل متسلسل عرفتهم البشرية في العهد الحديث. 3204 منهم أكثر شوية 67% منين جايين؟ صحيح، من أمريكا. هذاك علاش أكثر أعداد متاع قتلة متسلسلين نحكيو عليهم هنا ولا تلقاوهم في البرامج في العالم جايين من الولايات المتحدة الأمريكية. بعيدة ياسر وراها بعيدة 19 مرة نلقاو إنجلترا، ثم عدد من دول العالم. علاش فما بين الأمريكان أكثر عدد من القتلة المتسلسلين؟ ربما فما أكثر عدد فعليا، وربما فما أكثر عدد لأنه تم التوصل لهم. ربما في دول أخرى ناس قتلت وقتلت وأجرمت ولم يتم التوصل لهم. قل لك ربما لأنه الأمر يتطلب بحث فيه. نسكر القوس هذا ونرجع لموضوعنا متاع اليوم، موضوع محير وحكاية غريبة عجيبة على قاتل متسلسل. باش نرجعوا به إذن للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لليوم يبقى واحد من القتلة المتسلسلين الأكثر غموضا. علاش؟ عادة الجرائم تصير لسببين أو ثلاثة كبار، إما هي موضوع اقتصادي مالي، فما فلوس في الحكاية، فما واحد ولا واحدة يحب ياخو فلوس، يحب يسرق فلوس، يحب بالتالي يلتجي للقتل، وهذا ما فماش في حكايتنا لليوم. وإلا فما جنس في الموضوع، هو يقتل لأنه يبحث على علاقات جنسية. وإلا فما انتقام في الموضوع، هو يحس روحه في وضعية معينة متسببين له فيها ناس وإلا فئة معينة فيرغب في الانتقام منهم. لكن القاتل متاعنا في حكايتنا لليلة لا يندرج في حتى واحدة من هذوما التلاف. بش يعمل جرائمه على مدة 30 سنة وبش يسقط نتيجة الحيلة فقط، باش يعمل جرائمه باستعمال الخنق، التعذيب، فالقتل. وهذاك علاش باش يتسمى في الصحافة الأمريكية كما هو سمى روحه BTK وإلا دينيس ريدر. مرحبا بكم في حلقة جديدة من المحقق ولد يقتل. حكايتنا مع دينيس ريدر ترجع لجون في 1974، أول مرة باش يتعدى فيها للفعل. 1974 في مدينة ويتشيتا الأمريكية
عائلة ما زالت كيف انتقلت للعيش في هذه المدينة، عائلة فيها ثلاثة صغيرات، الكبير في الكوليج عمره 15 سنة، الصغار الأخرين يقراوا في المكتب، والعائلة كما قلنا ما زالت كيف انتقلت للعيش في هذه المدينة. شارلي مروح من الكوليج باش يمشي لدارهم، روح فرحان لدارهم باش يحكي لبوه وامه على اصحابه جدد اللي مازال كيعملهم في هالمدينه الجديده وكيفاش عدى نهار ومازال يتعرف على الاصحاب. يوصل للدار باش يلقى الامور غريبه شويه، باش يلقى الكلب متاعهم مسيب في الجنينه، ومش عوايدهم انهم يخليوه مسيب خاصه ان الدار جديده ومازال ما يعرفهاش. باش يلقى باب الجراج محلول، باش يطلع يجري طول للدار باش يشوف يلقاش امه، بوه ربما قاعد يخدم، باش يشوف يلقاهمش في الدار، شكون باش يسال وش فما يا اخي، شبيه الدنيا هكا محلوله، شبيه الكلب مسيب، كان يتعدى واحد تو يجري وراه وما يسيبوش بمبيح. واذا بيه يلقى مشهد مرعب في بيت النوم تاع أمه وبوه. بوه ساشي بلاستيك فوق راسه، هو مخنوق ومقتول، وأمه طايحة في بيت النوم، أثار الخنق موجود عليها وباينة اللي هي متوفية. شارلي بشي ترعب، بشي في باله اللي القاتل مازال كيف تعدى، مازال موجود في الدار، يمشي يجري للكوجينة، يجبد سكينة ويبدأ يسيح ويعيط. وينك؟ كانك راجل، اخرج وريني شكونك، خليني نقتلك، ويتكلم ويسيح ويعيط. ما سمعوا حد، ما جاوبوا حد، مشى يجري للتليفون بشي يطلب الأمن، هز التليفون يلقى الخط مقطوع. خرج من دارهم شي يجري لدار الجيران وهو عنده كلمة واحدة ولا جملة واحدة على لسانه، أطلبوا البوليسية قتلوا بابا وأمي. الجيران مش يكلموا العناصر الأمنية اللي مش تجي على عين المكان وبش تكتشف المشهد المرعب، بش تكتشف نصف المشهد المرعب اللي يحكي لهم عليه شارلي. شارلي مازال داخل بعضه، مازال داخل بعضه خايف. راهو عندي خويا واختي جوزيف وجوزيفين، اعمارهم 9 و11 سنة، راهم يقرا، وراني خايف عليهم اذا كان يروحوا ويشوفوا امي وبابا في الوضعيه هذيك. راهو يلزم فيسع فيسع تشوفوا كيفاش، ما يلزمهمش يشوفوهم في الوضعيه هذيك، راو ما ينجموش يتحملوا أثر الصدمة. شغلي قال هكا على خاطر كان في باله اللي جوزيف وجوزيفين يقراو، ولكن اللي اكتشفوها العناصر الأمنية أنهم هما زادة من ضحايا المجرم اللي كان في الدار. جوزيف باش يتلقاه مقتول في البيت متاعو، وجوزيفين 11 سنة باش تتلقى مشنوقة في الكاف متاع الدار. جريمة صادمة باش تهز ويتشيتا الكل. 1974 هذه المدينة في الولايات المتحدة الأمريكية من أقل المدن إجراما، مدينة هادئة ما تعرفش هذا النوع من الإجرام. أول ما باش تفتح التحقيقات بطبيعة الحال، هالعائلة هذية شكون ينجم يكون عنده معاها مشاكل؟ هي كي نقلت من بلادها زعما نقلت بسبب مشاكل، أشنو فما تترى، حتى حد ما يجي لباله أننا في انطلاق جرائم تاع قاتل متسلسل. هالأبحاث انطلقت ولكن دون نتيجة. لقاو بعض الأثار
لكن عام 74 ما كان فما حتى شيء يتعمل من الناحية العلمية، لا أديان لا بصمات لا حتى شيء. دونك بقاو يبحثوا ما فما حتى نتيجة. سنة أكتوبر 1974 جريدة محلية باش تنشر خبر مفاده أن 3 مساجين موجودين في الحبس يقولوا أنه عندهم معطيات على الجريمة اللي صارت في حق هذه العائلة، العائلة متاع شارلي. وفجأة تجي رسالة للجريدة باش تقول لها اللي راهو الكلام اللي قالوا لكم عليه المساجين راهو كذب، وراهو المساجين ما يعرفوا حتى شيء على الجريمة، وراني أنا هو اللي ارتكبت الجريمة، وأنا الوحيد اللي نعرف تفاصيلها، وتأكيداً على كلامه باش يعطي بعض المعطيات الموجودة في مسرح الجريمة. مثلاً تذكرش العقدة اللي مربوطة باش تشنقط بها جوزيفين؟ تعرفوا لي ربط العقد على ما يظهر فيه تكنيك، تقنيات، فهو يتحدث بالضبط على العقدة اللي تربطت لخنق جوزيفين. الرسالة اللي باش تمشي للعناصر الأمنية وباش يكون ملفت فيها أنها رسالة مطبوع كوبي فوتوكوبي مكتوبة بالآلة الراقنة ومطبوع. تعرفها الساعة الآلة الراقنة؟ ما هي هي الآلة الراقنة ولا حاجة تشبه الهكا، أقل حتى من هكا في عام 74 اللي اتكتبت بها الرسالة. لكن بعد ما اتكتبت بهذه الآلة باش تمشي إلى آلة الطباعة وباش يعمل منها كوبي. علاش؟ لأنه مجرم ذكي، لأنه كل ماكينة من هذه بالخط اللي تكتب بها بالطريقة متاع الكتابة ينجموا يوصلوا لك، أما باش ما يوصلوا لكش أعمل كوبي على الورقة الأصلية. وفي هالرسالة اللي تبعثت إذن إلى الوحدات الأمنية باش تبدأ تفهم الوحدات الأمنية أنها في مواجهة قاتل غير عادي. لكن بعدها باش يغيب القاتل عن جرائمه، لن يرتكب أي جريمة، باش يقعد مدة طويلة، في فترة أولى باش يقعد أشهر، ثم في فترة ثانية باش يقعد سنوات. 3 سنين من بعد ديسمبر 77 سيدة مروحة لدارها على أساس باش تبدل حوايجها بعد ما تعمل دوش، ما في بالهاش اللي فما شكون في الخزانة متاع بيت النوم. على أول ما دوشت وحلت الخزانة باش تلبس حوايجها يهبط عليها سيوخينة. شنو يعمل؟ 3 مراحل، يخنق يعذب ويقتل. حتى الاعتداءات الجنسية ما فماش. هذه كانت طريقة دينيس ريدر. عاود رجع مرة أخرى للجرائم بشكارة بلاستيك على رأس الضحية، يقص عليها الهواء يخليها تتعذب، من بعد يزيد في عذابها ثم يقتلها. زعم عليش اختارها هي؟ زعم شنو اللي عملت له؟ ما فما حتى سبب موضوعي باش يتوصلوا له الباحثين في هذه القضية. أكثر من هك طوى وليت عنده ثقة زايدة في روحه، مازال كيف قتل 5 ولا 6 أرواح طوى عنده سنين، إلى حد الآن ما وصل له حتى واحد. يهبط
من دار السيدة يمشي للتاكسيفون يطلب الأمن يقول لهم أنا قتلت امرأة اسمها كذا وكذا عملت لها كذا وكذا وهيك موجودة في البلاصة الفلانية. دخلنا في تحدي مع العناصر الأمنية، تحدي باش يكون هذايا الجزء الأول منه برك، التحدي باش يكون ديما متواصل عنده للأمن. حتى نتيجة الأبحاث ما وصلت لحتى شيء. شهرين من بعد باش يبعث صندوق للتلفزة، صندوق فيه جواب للتلفزة المحلية، مستغرب فيه متغشش فيه، يا أخي شنو يلزمني نعمل باش تحكيوا عليا في التلفزة وفي الأخبار وباش تحكي عليا الجرايد؟ يا أخي قديش من روح يلزمني نقتل باش تتكلموا عليا؟ يا أخي البوليسية قديش لازمهم باش يوصلوا يشدوني؟ استفزاز مرة أخرى للأمن وللصحافة، ونرجسية مرضية ظاهرة. كان تذكروا مليح الكلمات اللي تقالت توا من سنين على المجرمة ولا على الإرهابيين، على الناس اللي تصور وتحب تصور العمليات الإجرامية متاحة، فما نزعة متاع نرجسية تخلي فيهم أنهم يحبوا الإعلام يحكي عليهم. تالي كي يحكي عليهم الإعلام قد ما تزيد النشوة قد ما يزيدوا في الإجرام. كيف ما يحكيش عليهم الإعلام ما تشوفش تصورهم في التلفز في الجرايد في الواحد، قد ما ينقصوا من العمليات الإجرامية لأنهم ما حققوش الهدف متاعهم. سيوخينا كان منهم، عنده نزعة نرجسية تخليه يحب يشوف صورته في وسائل الإعلام في الجرايد وفي التلفز بالأخص. وفي مواجهة هالتحديات هذه اللي باش يوجهها للعناصر الأمنية، العناصر الأمنية باش تبدأ تجاوب، خاطر هما الحقيقة عندهم مدة قاعدين يتبعوا، أما تلك حدود التحقيقات اللي وصلوا لها. باش يعملوا ندوة صحفية، ندوة صحفية باش يعملها السيد هذا اسمه ريتشارد لومونيون. ريتشارد لومونيون هو المحقق الرئيسي اللي باش يتكفل بالموضوع، باش يحاول يستعمل الخدعة للإيقاع بالمجرم. باش يعمل ندوة صحفية باش يطلب فيها المساعدة من عند الناس، باش يقول راهو ما توصلناش لمعطيات على هذا المجرم، وباش يخرج وريقة ويكتب فيها call me، اتصل بي. ورقة هو في الحقيقة موجهة للقاتل، كعرف أنه عنده النزعة النرجسية، نزعة التحدي، فوجه له رسالة مباشرة قال له اتصل بهذا الرقم وحط نمر التليفون امتاعه. شنو باش يعمل زعما دينيس ريدر؟ هل سيتصل بالمحقق ويقع في الفخ؟ هذا اللي باش نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليله.